السلام عليكم، مرحبا بكم مطبخ ام زياد والالياس. اليوم جيت نقدم معكم واحد الوصفه دواره، وكان لي يقولها التقليه، كل واحد على حساب شنو تايقولو في المنطقه نتاعو. ندوزو المقادير وطريقه التحضير. بسم الله على بركه الله. جبنا الدواره، كل واحد شنو يقولها، كاين يقولها الدواره، كاين يقولها الكرشه، كاين يقولها التقليه، كل واحد شنو يقولها. المهم جبناها غسلناها، كلشي عارف الطريقه نتاع الغساله ديالها كي دايره. غادي نخويها في الكوكوط. جبت واحد البصله كبيره مشلضه، غادي نزيدها معاها. غادي نجيب الخلاط الكهربائي، غادي ندير فيه القليل من القزبور معدنوس، وغادي ندير فيه واحد ربعة الفصوص نتاع الثوم، ثلاثه كبار وواحده غير صغيره. عندي هنايا العطريه، عندي معلقه صغيره نتاع الابزار فلفل اسود، معلقه ونص تاع الكمون، معلقه نتاع الملح، معلقه نتاع الخرقوم، ملعقه ونصف من التحميره. كلهم غادي نوضعهم مع هذا الخلاط الكهربائي، وغادي نطحن كل شيء. نصايب الشرموله ديال الدوار. من بعد ما طحنت الشرموله ديالي غادي نزيدها على الدواره او التقليه، كل واحد شنو يقولها. وغادي نزيد زيت الزيتون، وغادي نكثر واحد ربع كاس تاع زيت الزيتون، وغادي نمزج كلشي مع بعض. من بعد جبتها فوق البوطه، غادي نخليها تشحر ونزيد لها لا ما لا والو، نخليها تشحر واحد العشرة دقائق، هي غادي تطلق الماء ديالها ونطلقها. بعد ما فات 10 دقائق هانتوما كما كتشوفوا تقلات البصيرة ديالنا. غادي نجيبوا الماء الدافئ ونخويوه يكون سخون باش ما تكنزش لينا الدوارة ديالنا. من بعد ما درنا عليها الماء الساخن باش ما تكنزش الدوارة ديالنا، غادي نسكي عليها وغادي نخليوها واحد 35 دقيقة ونطلقها. فات 35 دقيقة، خليت على الكوكوط ديالنا، غنزيد عليها هذيك المطيشة اللي حكيت المحكوكة، وغادي نزيد عليها ملعقة كبيرة من الطماطم المركزة، وغادي نزيد عليها واحد ثلاثة نتاع الزيتون المشقق، تيجي معها رائح. غادي نحطوها في الكل، وغادي نعاود نسكت عليها الكوكور، وغادي نخليها تصفر واحد العشرة نتاع الدقائق. كان هذا هو الشكل النهائي ديال الطبق ديالنا ديال الدواره بالزيتون، تيجي رائع وبنين بزاف وسهل التحضير. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم وتجربوه، وما تنساوش تابوناو في لاشين وديروا ليا جيم وتبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم، والى فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم.